مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، حلقة جديدة من برنامج في الموعد. وهذه الحلقة خصصناها تضامنا مع كل المتضررين في السيول والفيضانات. طبيعي جدا أن تحدث هذه الفيضانات وتسمى الكوارث الطبيعية. الما طبيعي أنه يكون في اهتمام قبل الجهات المختصة والمسؤولة عن تلك المناطق المتضررة من الفيضانات. يعني ربنا حبانا بفكر وحبانا بعقل كبير جدا عشان ندبر أمورنا، خصوصا في هذا السودان وهذه البقعة الكبيرة جدا الممتدة. لكن غياب بعض المسؤولين وغياب بعض الجهات عليها القيام بالمسؤولية الكاملة للتجهيز ولتطوير آليات درء السيول والفيضانات لتصدي لهذه الكوارث. هنتواصل معاكم بالتأكيد من خلال هذا المساء، وسعيدة جدا بضيوفي من داخل الاستوديو دكتور محمد عبد الحميد، وهو أستاذ مادة الحد من مخاطر الكوارث بالجامعات السودانية. سعيدين بك من خلال هذه الحلقة، ويعني نتمنى من خلال حلقة اليوم وتيم اليوم من برنامج في الموعد نقدر نطلع بنتيجة إيجابية لكل المواطنين المتضررين عشان نتلافى في السنين القادمة. إن شاء الله. مساء الخير. إن شاء الله. مساء الخير عليك. مساء الخير على مشاهدين الجميع. أهلا بك. يعني واحد من الشباب المهتمين يعني القضايا القدمية اللي بتهم المواطن السوداني في كافة المجالات، دخل هذا المجال من فترة يعني نقدر نقول على فترة متوسطة في الزمن، والآن هو بصدد التحدي والتصدي لهذه الكوارث الطبيعية خصوصا في منطقة الكلاكلة القبة شمال، واحدة من المناطق المضررة جدا من الفيضانات، وسمعنا عنها يعني من خلال الأخبار ومن خلال حتى شهود العيان الشروق عبر أزرق عمر عاطف بشرة عضو تنسيقية لجان مقاومة الكلاكلة القبة شمال. أهلا ومرحبا بك، تحياتنا لكم. خلينا في البداية دكتور محمد نبدأ بتعريف الكوارث الطبيعية ونركز على الحتة الطبيعية دي يعني جداً. تحديدا طبعا احنا عندنا الكوارث هي أصلا ما بتحدث لذاتها، بتحدث نتيجة لخطر. الخطر ده احنا بنقسمه لاثنين، خطر إما إنه طبيعي أو من صنع الإنسان. الخطر الطبيعي ده في نفسه ذاته بنقسمه لبعض التصنيفات اللي هي منها جغرافية ومناخية وجيولوجية وبيئية والعموم، وبنسميها واحدة كمان بنسميها برضه مائية. المائية دي اللي هي بتندرج تحتها الفيضانات الأمطار السيول وهكذا يعني. فاللي بنشهده الآن احنا بنشهد أخطار نقول نسميها كده إن شاء الله يعني درس في المستقبل ونستفيد منه الآن عشان تاني ما يتكرر لنا مستقبل إن شاء الله. إحنا طبعا يعني الله. كل سنة بنجيب في المحطة دي، يعني إحنا ما دارين الحاجات دي تتكرر، ما دارين نعيش نفس التجارب نفس المآسي، بيوت تتمسح، أهالي بيتضرروا، بيفقدوا يعني أول حاجة بيفقدوا يعني التواصل، يطلعوا برا يوفروا غوتهم، تفاصيل كثيرة بتعيق، ما بقدر يمشوا المدارس، المدارس ذاتها بتنهار بسبب هذه الكوارث الطبيعية ونسبة لعدم الاستعداد لها. حنمشي القبة شمال، واحدة من المناطق المتأثرة جدا بالفيضانات، وفي حجم يعني لهذا الضرر وقح كبير جدا على هذه المنطقة. نتعرف عليها القبة شمال تحديدا من وين لوين والضرر شنو حجم. طيب في البداية يعني أنا من هنا بحمل المسؤولية الكاملة للجهات التنفيذية اللي هي
التفاوض في التعامل مع الكوارث اللي احنا بنتكلم عن اداره مخاطر الكوارث. زمان في الاصل كنا نتكلم عن اداره الكارثه، ده اللي ولحد الان للاسف الشديد السودان منتقل لهذه النغله الدوليه الكبيره. يعني من 2005 الناس اصبحت ما بتتكلم عن اداره كوارث بقدر ما بتتكلم عن اداره مخاطر الكوارث، باعتبار انه اداره مخاطر الكوارث دي نشاط يومي، فعل يومي بيقوم به الجميع زي ما تفضلتي بشكل تعاضدي بين الدوله وبين المجتمع. لكن لانه احنا اصلا ما اجتهدنا والدوله ما اجتهدت في 2005 لحد الان في انها تتنقل مع العالم اللي تنقل في العمل على الحد من مخاطر الكوارث، لانه زي ما قلت لك العمل على مخاطر الكوارث ده عمل يومي وعمل غير متناهي، وكل ما يظهر لنا مخاطر لابد ان نعمل على تقليلها بالدرجه الكافيه بتخلينا نعيش في سلام وامان من اخطار الكوارث عموما. لكن الان احنا طالما ما عملنا الواجب علينا، نسميه الواجب المنزلي على الحكومه وعلى المواطنين، طالما ما عملناه المفروض طوال يعني نفكر في انه كيف ننتقل له. عشان ننتقل له، واسمح لي في الحته دي شويه، احنا لازم نتعامل مع الكوارث دي بصوره استراتيجيه، بتخطيط صحيح. استراتيجي، لانه لما انا اتكلم عن 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 التحولات الكبيره تمت، يعني مثلا احنا عندنا الان بنتعامل باطار اسمه اطار سنداي. اطار عمل سنداي ده هو ده الاطار الكلي الدولي اللي توافقت عليه كل دول العالم انه بحلول 2020 اي دوله يكون عندها خطه استراتيجيه كامله متكامله. والمساله دي لحسن الحظ ولسوء الحظ في نفس الوقت السودان انجزها. يعني مثلا عندي هنا هذه هي الاستراتيجيه القوميه للحد من مخاطر الكوارث، استراتيجيه. والاستراتيجيه دي انجزت سنه 2016 بالمناسبه. وهي تاريخها بتستمر من 2016 لحد 2030. بتنفذ منها شو؟ طالما هذه استراتيجيه وخطه من 2016. يعني دي اربع سنه، عايشين في سنه خاصه. كده هسه انا جاي هنا للاستوديو وحامل معايا الاستراتيجيه دي كجرس انذار لكل المسؤولين السودانيين المعنيين بامر الكوارث في البلد والمعنيين بارواح الناس، عشان ما يجيهم صوت زي ابننا عمر يقول لهم انا بحملكم المسؤوليه. اهي دي المسؤوليه بتاعتك انت، عليك انك تخطط والباقي خليه على الله. لانه اذا خططت وعملت وفق الاستراتيجيه القوميه لحد مخاطر الكوارث بتكون قللت المخاطر على الناس كثير جدا جدا، على اقل تقدير في الـ في الـ في الكوارث بتكون في الحد المقبول والمعقول اللي ممكن الناس تتعامل معاه بموجب قدراتهم الذاتيه. صحيح. اما الان طالما احنا ما عملنا الاكسرسايز ده، فبالتالي بفوق قدراتهم وحيوا يحملوك المسؤوليه كامله كحكومه او كمسؤول. طيب احنا عشان نعمل المساله دي عندنا ثاني حاجه مهمه جدا جدا انجزناها برضه، دي انجزها بالمناسبه بدعم فني من الامم المتحده، اللي هو ده الانذار المبكر في السودان متعدد الاخطار. نعم. فدي كلها ابيات متوافره عندنا كسودان، لكن للاسف الشديد ما اهتمينا بها، كلها خطيناها في الرف وما انتقلنا الانتقال الحقيقي من الحد من اداره الكوارث كفعل نسميه ريسبونسيف، عمل استجابه، لعمل استباقي للحد من مخاطر الكوارث. صحيح. للرجوع لسؤالك اللي هو محركات الكوارث، احنا عندنا اربع محركات كوارث اساسيه وللاسف الشديد كلها بتتوافر في الخرطوم، في الخرطوم الستيت، في الخرطوم الكبرى. عندنا واحد الفقر. اثنين عندنا التخطيط الحضري غير المنظم. ثلاثة عندنا التدهور البيئي. أربعة عندنا التغير المناخي. وهنالك واحد خامس الناس مختلفين عليه، لكن خلينا نقول أها نعتمد على الأربعة دي، لأنه الخامس هو الانفجار السكاني، وحقيقة الخرطوم تشهد انفجار سكاني لأنه فيها عليها نزوح كبير جدا جدا. نزوح لأنه أنا خلينا أتكلم بشكل أكثر انفتاحا. أقول إنه تاريخ الخرطوم من سنة 1984 لحد الآن هو تاريخ كوارث. إذا عرف البعض أو لم يعرف، يعني هي عمليا الخرطوم أكبر مستقبل لمحركات الكوارث، وهي حاضنة لمحركات الكوارث، بل وهي المستقبل للكوارث من الـ من الـ من الولايات ومن الأقاليم الثانية البعيدة. جفاف أو تصحر أو انعكاسات بتاعت نزاعات مسلحة. صحيح. ودي برضو يعني الداخلة في إطار عوامل البيئة، يعني هي كلها متضامنة مع بعض. وفعلا في يعني يعني هجرة كبيرة جدا من الولايات إلى الخرطوم، وإنه هي بالتأكيد حيكون عندها آثار على لما نيجي الخريف، ولما تجي التفاصيل المختلفة، لما تجي حياة الإنسان، لما تجي الزحمة، لما تجي التفاصيل المختلفة اللي بيعيشها المواطن السوداني. لكن هم السؤال اللي بيفرض نفسه، هم ذاتهم بيجوا هنا ليه؟ ما أكيد هناك عندهم نواقص، يعني هم اذا ما هناك عندهم نواقص ما كان جو هنا عشان يفتشوا او يكملوا حياتهم. احنا حنكمل اكثر في النقاط دي، وحنتواصل من خلال الكوارث الطبيعيه اللي ادت لفيضانات في مناطق
متفرقة في السودان، خصوصا مناطق ممكن تكون في وسط الخرطوم. يعني هنتواصل وعندنا مادة هنتابعها عبر الفيديو ونعود. النيل عظيم والمياه نعمة، ولكن عدم التخطيط والاستعداد
يعني محتاج الكثير. أنا من هنا بشكر يعني مبادرة نفير ورجال الأعمال على المساهمات والدعومات اللي جات القبة الشمال تحديدا أو جميع مناطق على مستوى النيل. فحاليا القبة بتحتاج كثير يعني الخيم والعلاجات المؤونة برضه. أيوة. والمعونة زي ما قلت مواد تموينية على أساس إنه لما يكون في محل بتاع عيوان يكون متكفلين بكل حاجة. طيب أنا حسألك، في ناس محجوزين يعني في الحتة دي ما قادرين يطلعوا يمشوا الشغل، ما قادرين يمارسوا حياتهم الطبيعية، ولا كل الناس طلعت من الحتة دي؟ لا هم ما كلهم طلعوا، في ناس فعلا محجوزين لكن بيمشي الشغل اللي هو يعني يعني مارسين حياتهم بقت عادة بالنسبة لهم إنه يطلعوا، لكن بس البحر هو خطورة طبعا. إنه بيطلعوا يعني الموية بتكون مستوى عالي جدا وبيطلعوا بيلبسوا برا وبيمشوا، لكن في ضرر كثير في القبة تحديدا. يعني انا عرفت برضه انه الكهرباء يعني لازم ما تكون واصلة في المناطق دي عشان خطورة المويه مع الاسلاك كده يعني. بالضبط، هو في جزء مفصول منها الكهرباء والجزء الاخر الكهرباء حاليا شغاله. فبس حاليا يعني المشكله الاكبر بتواجه الكلاكلة يعني تحديدا انه فكل يوم المويه زايده والبيوت النيل بيعلى، النيل بيعلى والبيوت شبه خلاص يعني حتنهار تحديدا. فيلا انا بطالب انه الحكومه هي ذاتها تنزل على ارض الواقع وتشوف الضرر. بيحتاجوا لتراب، بيحتاجوا لجوالات، بيحتاجوا لحاجات كثيره جدا جدا. بعد ان نطلعهم هنا بيجي دورنا هنا انه نحافظ على البيوت بقدر الامكان انها شنو يعني ما تنهار. فحاليا الاسر قاعده في البيوت والبيوت مليانه مويه. ايوه مشكله كبيره طبعا. لكن في زيارات كانت من مجلس السياده والرئيس مجلس السياده، في زياره حصلت ايوه من رئيس مجلس السياده وطلع والوالد تقريبا بس بالليل ظهر. فلكن ما القبه شمال هنا، القبه جنوب. القبه جنوب أيوة. لكن القبه شمال لحد الان ما في زول مسؤول كبير جاء. ما في مسؤول لحد الان وصل القبه شمال. وهي فيها خطوره كبيره. خطوره كبيره. نعم دكتور محمد، يعني ده جزء من حياه الناس الان. وده حديث الناس الان في الكراكلة القبه شمال ومناطق كثيره في السودان متفرقه بتعيش نفس المأساة. نرجع للمحركات مرة ثانية عشان الناس تستفيد أكثر. تقول قلت هي أربعة ويتكلم عن اثنين تقريبا. تكلم عن أربعة، هم أربعة يس. أنا عشان الحالة دي ما تتكرر عشان كده قلت إنه الحد من مخاطر الكوارث فعل يومي وغير منوط به الحكومة فقط وإنما كل المواطنين، ولازم كل الناس تلتزم يعني، لأنه الحياة أصلا الحياة العصرية دي هي مليانة مخاطر. ومدينة زي الخرطوم دي مثلا أو ولايه زي الخرطوم اصلا معروف انها مطوقه بالمياه من كل الجوانب. وذيل يعني نهرين عظيمين كبيرين شديد. فهي مدينه اصلا المفروض انها مهدده. عشان كده كان انه انا ما عارف مستوى التزام الناس ب احنا بنسميها البيلدينج كودز بالشروط بتاعت البناء الامن، هل هي متوافره ولا ما متوافره لحد كبير يعني. الواحد بيسأل لانه لو تكلمنا ثاني عن المخاطر المحركات بتاعت المخاطر بنلقى فوقها حاجتين اساسيتين جدا. مستويات الفقر تحدد مستوى البناء وتحدد في نفس الوقت الموقع اللي حتبني فوقه. اختيار الموقع لانه ممكن يكون مجرسين مثلا. بالضبط كده بالضبط. يعني كل الاماكن اللي فيها مويه دي مجرسين يعني. ابسوليوتلي ده وارد، وارد بشكل كبير جدا جدا. الحاجه الثانيه التخطيط الحضري غير المنظم. او نسميه التنامي الحضري المتسارع. التنامي الحضري المتسارع ده هذا بقى قدر الخرطوم انها تستقبل يعني الناس اللي بيجوا كلهم من مختلف الولايات. وزي ما قلت لك قبل بالنتيجه التدهور البيئي اللي كان موجود اصلا، الحروب النزاعات دي كلها يعني شايفها كلها اصبح يعني قدر الخرطوم انها تستقبل الحاجات دي من غير ما تكون فعلا هي عامله الاكسرسايز بتاعها اليومي. الاكسرسايز اليومي انها تكون عندها استراتيجيه كاملة متكاملة للعمل اليومي الدؤوب في الحد من المخاطر بعد الكوارث بقدر المستطاع. لأنه إذا اتعملت الحاجة دي في النتيجة النهائية بيكون إنه المخاطر بتكون في الحدود المقبولة. طيب طيب إحنا هنكمل لكن هناخد اتصال من علاء الدين من الريف الشمالي. تحية لكم مساء الخير عبر برنامج في الموعد، وإحنا بنخصص الحلقة دي عن الكوارث كوارث الفيضانات. وبالتاكيد انا قبل تحدثت عن انه هذه الكوارث في اماكن متفرغه من السودان ومنها الريف الشمالي تحديدا. نعم. مرحبا بكم وشكرا للاستضافه وشكرا للاهتمام بقضايا الناس، وجاهزين لافادتكم بمزيد من التطورات والاحداث في الريف الشمالي ان شاء الله.
نعم، عايزينك تنقل لنا الصورة على الهواء مباشرة ونحكي عن حجم الأضرار الموجودة هناك وكيف الإجراءات لحد الضرر في تلك المناطق خصوصا في الريف الشمالي. تمام، نحن عندنا أكثر المناطق ضررا في الريف الشمالي، المناطق الواقعة شمال الكلية الحربية من منطقة الخريزاب وحتى منطقة التزعين، دي المناطق القريبة من البحر وفيها حالة بتاعت انخفاض شديد، رغم أن البحر بيبعد في كثير من المناطق ب 2 كيلو، لكن ال 2 كيلو دي اتغطت وأثر وكسر كثير من البيوت. البداية بتاعت الفيضان كانت يوم الأحد 30/8 ودي سيطروا عليها، تمت السيطرة عليها، كان حصلت كسورات في أصلا في 88 كان في ترس كبير جدا اتعمل لكن تآكل مع مرور الزمن وعدم الاهتمام بانه الناس تعملوا طوالب. في يوم الاثنين 31/8 بالضبط زي الساعة واحدة وربع حصلت الانهيار التام للسد وحصل الاجتياح الكامل لعدد كبير جدا من المنازل. نعم، نحن هسه عندنا لجنة الطوارئ غدرت تقريبا المنازل المنهارة تماما، هي 120 منزل دي منهارة تماما والمهددة بالسقوط 70 منزل، لكن نحن بنفتكر انه المجهودات الشعبية الكبيرة في ساهمت في تخفيف الضرر ووقوف الاهل بمنطقه الحريزه. انت يا استاذ علاء تكلمت عن المجهود الشعبي، اين الدعم من الجهات الحكوميه او الجهات المقتصده في الصلة؟ والله ايوه انا جايك برضه في السرد، موجود دعم شعبي، دعم حكومي او دعم رسمي، في اهتمام ايضا من الدوله، بعض الاتصالات التي جرت. فانا هسيب كده خليني اكمل المجهودات الشعبيه الكبيره اللي حصلت واللي هي جلبت لنا القلابات واللواري، دي ساهمت في اخراج العفش من البيوت قبل المهدده بالغرق قبل سقوطها. يعني هنا بنحمد الله انه البيوت لما وقعت كانت فاضيه تماما. نعم. المجهودات الرسميه تم زياره المنطقه وخاصه منطقه السروراب، لانه منطقه السروراب هي اكثر المناطق ضررا. زارتها الاستاذه ولاء البوشي وزير الشباب والرياضه. وزار برضو الاستاذ أيمن خالد نمر والي ولاية الخرطوم، والأستاذة سمية سافي المدير التنفيذي لمحلية كرري. نعم. برضو عندنا الشؤون الهندسية لمحلية كرري بقيادة المهندس خالد الحلاب، ديل كانوا دائما حاضرين ودائما في حالة استجابة بجلب الخير. ممتاز ممتاز. أنا بتمنى يا أستاذ علي إنه التفاعل ده يكون كمان في كل المناطق المختلفة فيها كوارث فيضانات، يعني الجهود تتضافر في كل انحاء السودان، في كل بقعه في السودان متضرره. نعم، حقيقه. نعم، نعم. من السيول والفيضانات هذا العام. نعم، هسه هو في الريف الشمالي يعني تعتبر اكثر منطقه ضررا هي منطقه السروراب، وفي السروراب عندنا 6 احياء، اكثر حيين فيهم ضرر كبير هو حي الكواهله وحي السروراب وسط، البقيه الضرر بتاعها كان بسيط. برضه دايرين نذكر الدعم السريع بقياده الرائد محمد سليمان، ده جلب لنا عدد كبير جدا من القلابات شغاله على مدى 24 ساعه لجلب التراب عشان تساهم في الترس، برضه ده مجهود كان كبير جدا. طيب. عندنا اداره منظومه الصناعات الدفاعيه بقياده الاستاذ الجيلي تاي الدين ابو شامه، ديل برضه ما قصروا، جلبوا عدد كبير جدا من الشوالات الخيش عشان تساهم في الترس. ممتاز. سؤال اخير ممكن نختم به التليفون ده يا استاذ علاء، خلينا نتكلم عن يعني شكل النيل الآن، هل في تهديد آخر ولا مستقر؟ والله نحن على حسب المعلومات الواردة من الجهات الرسمية في زيادة، على حسب في زيادة. لجنة الطوارئ المتابعة، في لجنة الطوارئ المتابعة أكدت تماما أنه النيل وصل حتات جديدة مما يؤكد أنه في زيادة في الفيضان. ربنا يلطف بكم إن شاء الله. بشكل تهديد، بس معليش أنا ممكن دايرين مطلوبات هنا، عندنا مطلوبات مهمة جدا إذا الناس بتقدر. تفضل على الهواء. الجهات الرسمية. مساحة حقتك تفضل. طيب يعني المطلوبات المطلوبة الآن للناس هي خيم إيواء للأسر اللي بقت ما عندها مأوى. أدوية، لأنه نحن نتوقع بعد انحسار النيل يحصل وباء كبير. صحيح. جدا من الحميات، الملاريا والتايفوس والديسنتاريا. فأتمنى إنه الأدوية دي تكون موجودة. عايزين رش
للبرك اللي هيخلفها النيل ورش هسي للمناطق اللي حاصل فيها مياه متقطعه، لانه حط الرش بالطياره لكن ما اظن جاب الفائده المطلوبه. ان شاء الله يعني لو توفرت لنا الاشياء دي ان شاء الله يعني مطلوباتكم توفر، ولانه في النهايه احنا برضه ما دايرين بعد ننتهي من الكوارث الفيضانات نخش في كوارث بتاعت اوبئه يعني. اتمنى يا رب. شكرا شكرا استاذ علاء من الريف الشمالي، شكرا شكرا لتواصلك معنا. يمكن دي واحده برضه من الاجزاء المتضرره في السودان. وده بيخليني اسال، ليه احنا ما بنشغل الانذار المبكر للكوارث؟ احنا طبعا بالنسبه لنا الانذار المبكر ده عنده شقين، شق علمي اكاديمي معني به المؤسسات العلمية والمؤسسات التقنية والمؤسسات الفاعلة فيه، وفي الأكثر في السودان هنا إنه شعبي، لأنه الناس عندها فيهم معارف ممتازة جدا، بالذات في السودان الناس بتعرف العين، بتعرف الخريف بيجي بتين بينتهي بتين، العين الممطرة أكثر كده، والناس الساكنين كمان على ضفاف النهر، بالذات ناس توتي اكثر ناس بيعرفوا النيل ده، وعندهم له نظام انذار مبكر خاص بهم، وده يعني واحده من انا بعتبر الاشراقات الممتازه جدا في السودان منذ القدم، يعني منذ قديم الزمن. ايوه صح. الاهم من كده انه المفروض انه يكون عندنا احنا انذار مبكر اكثر تطورا. تطورا يعني؟ بمعنى انه يكون عندنا جهاز بتاع انذار مبكر مركزي، ويكون متعدد الاخطار، يعني انا بضروره الاخطار اللي بنشهدها سنويا دي، لانه انا قد اتخيل انه حتكون عندنا اخطار من انواع مختلفه. صحيح. ايوه، لذلك يعني مثلا امسكي على اقل تقدير عندنا مثلا ما حصل في بيروت. صح، الانفجارات. ايوه بالضبط كده. الصواريخ. بالضبط كده. نعم. دي كلها وارده. الاختراقات بالضبط كده. صحيح. احنا عندنا في الحضر مخاطر الكوارث استاذه بالمناسبه حاجه مهمه جدا جدا، ما بنترك حاجه للصدفه. ما عندنا حاجه متروكه للصدفه، لانه انت طالما انت اتصديت للمسؤوليه بتاعت انك تقود المجتمع، بالتالي المجتمع لن يتساهل او لن يتسامح بالاعتذار عن الكارثه. صحيح. لانه انت المفروض تقود كل السيناريوهات موجوده قدامك طالما انت بتشتغل بتخطيط علمي. فلذلك احنا بنتحسب للذي يمكن ان يحدث وللذي لا يمكن ان يحدث. نعم صحيح. حتى انه نكون في السيف سايد، نكون في بر الامان. ممتاز. احنا يعني زي ما في يعني مهددات لمناطق مختلفه في السودان، في الخرطوم تحديدا، في القبه الشمال، خلينا نتكلم عن فعلا حصل خطر حقيقي والناس جابهته والمجهود الشعبي خصوصا من لجان المقاومه او من المواطنين يعني تضامنيا كده كان كبير. لكن في نواقص لسه، ناقص شنو المنطقه دي عشان هي تقدر تستعيد طاقتها من جديد، يعني بعيدا عن البنى، يعني هو البنى ده هو موضوع مكلف وموضوع صعب جدا، لكن ابسط الحقوق اللي ممكن يتمتع بها المواطن في الحته دي او في المناطق المتضرره دي. هسي حاليا في الضرر الحالي اللي هو انا تكلمت قبل شوي انه بيحتاجوا خيم حاليا مبدئيا لحد ما ان احنا نطلع من الكارثه دي من البحر لحد ما يرجعوا يستقروا كده. يعني حاليا الاحتياجات الاكثر اللي هي خيم والادويه والاعانات اللي انا قلتها دي، يعني نعم دي الحاليا بنحتاجها. فما بعد الخريف او فما بعد الفيضان يرجع او البحر كده، بعدين ان شاء الله يعني نحن كحي كده دائما عندنا التكاتف، يعني الناس كلها ان شاء الله بتجيب مع تشتغل بعض تشتغل مع بعض تشتغل مع بعض. ف ان شاء الله يعني ناس، انا من كلامك ده ومن رسالتك ده فهمت انه لحد الان ما وصلكم اي دعم، ده كله مجهود شعبي. وصلنا دعم من دعم الخيم فقط، مبادره النفير، الخيم المبادرات. نعم مبادرات، كلها مبادرات، حتى على مستوى الكلاكله في مبادرات مع بعض كده اللي هي مواد تمرينيه بتتوزع والجوالات طوالي قاعد تجينا يعني. والدعم السريع برضه في البدايه مبدئيا كان مشينا مكتب الوالي على اساس عايزين التراب، لانه المحليه كان فيها اعتصام، واصلا من قبل الاعتصام ما عايزين يحققوا لنا اي حاجه، يعني ما عايزين يدونا، بيقولوا انه الاليات عطلانه، الاليات كذا، الاليات كذا، لكن في النهايه مشينا مكتب الوالي وادانا الدعم السريع اللي هو ما يعني ما قصروا والله، ادونا قلابين. هل فعلا الاليات متعطله بالمحليه؟ هو يعني حاليا في اليات متعطله وفي اليات شغاله، بس حتى الاليات الشغاله يعني ما قدرت افهم ليه، يعني هم يعني ما عايزين يطلعوها للمواطنين، ما قدرت افهم. يعني ما استخدمتوها الى الان الى اللحظه دي؟ استخدمناها بعد، يعني بعد ما مشينا مكتب الوالي ودلان على الدعم السريع وادونا الاودر وقلابين، الدعم السريع بقى شغال على مستوى الكلاكله، حتى المحلي قلابات المحليه ظهرت بقت تشتغل شنو على الكلاكله القبه.
يعني بيقوا شغالين الدعم السريع وقلابات المحليه، لكن بس من المفترض انه انت كمدير تنفيذي يعني ما الا المواطن يجي يقول لك ان احنا عايزين تراب او ان احنا عايزين يعني انت براك انزل دي مسؤوليه يعني. دي مسؤوليتك لانه ده خطر يعني، ده خطر وطبيعي ما طبيعي انك انت ما تشارك في 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 مسانده المواطنين في هذه الاخطار. زي ما سامع دكتور محمد يعني انه المطلوبات هي كثيره والاحتياجات كثيره لمتضرري السيول والفيضانات في السودان عموما، والمخاطر برضو ويعني التفاصيل اللي بيعيشها المواطن هي صعبه، خصوصا في اماكن ممكن تكون ما فيها كهرباء يعني عشان الكهرباء ممكن تكون خطر على الناس مع المويه. التحصل على التحصل على التفاصيل البسيطه اللي بيعيشها المواطن هي فيها صعوبه. احنا دايرين نقول في خطه واستراتيجيه ممكن نضعها احنا مع التغيير ده، وممكن ايضا برضه ندمجها مع الاطارات يعني اطار فانداي 2015 لحد 2030 او سانداي عفوا، فبرضه ممكن هو يعني نطوره اكثر وندمجه مع خطط الشباب الموجوده في كل منطقه في السودان. في استاذه يعني احنا اذا تكلمنا عن اداره الكوارث بنتكلم عن ترقيع، لو تكلمنا عن حد من مخاطر الكوارث بنتكلم عن عمل استراتيجي. عمل استراتيجي معناه الناس تقعد تفكر وتشتغل بهذه الاستراتيجية، اصلا احنا هو اوريدي موجوده اصلا موجوده. يعني انا بتكلم وكانما بتكلم بمناحه لانه حاجه اصلا منجزه. وبعدين منجزه باللغتين العربيه والانجليزيه. وبدعم سخي جدا ومقدر جدا من صندوق الامم المتحده الانمائي. وانفقت فيها الاف الدولارات حقت الشعب السوداني ده. صحيح. فعلى اي اساس انه الاستراتيجيه ما تنفذ ولا تطبق بل تكون محطوطه في الرف؟ ادي واحده. الحاجه الثانيه الأهم من كده أنا ما أقدر أتكلم عن يعني عن 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 يعني سميه اليد الممدودة دائما يعني بالخير دي، إحنا بنتكلم عن شغل استراتيجي حق الدولة تقوم به قبل الكارثة يعني المفروض يكون عندي ستوك لأنه إحنا عندنا نتكلم عن حد مخاطر الكوارث، المفروض يكون عندي احتياطات كاملة متكاملة، لا مش أشحد من زيد ولا أشحد من عبيد ولا ألقاه من فلان، إذا جابوا كان بها خير وبركة، لكن إذا ما جابوا ده بكون مسؤولية المسؤول السياسي. فبالتالي احنا نقول حنوصل الرسالة دي برضه أنا شخصيا كأكاديمي حوصل الرسالة دي للمسؤولين إنه عليكم الله يا مسؤولين يا سياسيين خدوا الحد من مخاطر الكوارث في قمة أولوياتكم السياسية، بحيث إنه هي نفسها حتوقيكم، لأنه التعامل مع الكوارث ده إذا تعامل معه بالعقلية الموسمية دي كل موسم هتبقى مسألة كبيرة جدا جدا لا حد يكرر، لكن إذا تعاملوا معها باعتبارنا تفكير استراتيجي وعمل يومي دؤوب مسبق نعم ومسبق يعني حنكفي الناس شر إنهم يخشوا في كارثة على الإطلاق يعني. نعم سمعت الكلام يا عمر، إنه إحنا ما دارين بس يعني نجيب في الراهن الآن في الضرر وننتهي منه، إحنا دارين بفكر الشباب برضه يكون داعم للمجهودات الاستراتيجية دي عشان برضه نتخطى الصعاب، وبرضه يكون عندنا خطة داير اعرف خطط الشباب شنو للعام المقبل، يعني نحن خلاص هنا الضرر وقع يعني، لكن اللي قدام افكاركم فيها شنو؟ والله الافكار طبعا كثيره والخطط كثيره، لكن بالنسبه للكوارث يعني احنا في تنسيقيه القبه الشمال يعني عندنا ناس زي ما نقولوا كفاءات، ناس مختصه في طوارئ، ناس مختصه في كوارث، ناس مختصه في الحياه دي، حاليا واضعين خطط يعني بيفكروا انه يوضعوا خطط لما بعد كارثة دي يعني. على اساس انه الناس طوارئ شنو؟ تباشر عملي فيها وبمساعدة من الجهات التنفيذية ان شاء الله حنحاول نسيطر يعني على الوضع ده ان شاء الله باذن الله. صحيح. والحتة بتاعت انه ما ادونا اليات وكذا يعني لازم برضه يكون في تدريب وتوعية للناس في انه ده سوداننا يعني. بالضبط كبيرة احنا تياراتنا مختلفة ومذاهبنا مختلفة واي زول عنده مذهب واي زول عنده حزب، لكن في النهايه ده سودان يعني ده سودان الحبيب، فلما يجي ضرر زي ده انا ما حفرح في اهلي يعني، لانه الروح دي غاليه جدا جدا للمواطن. خلينا برضو نتكلم عن الاتفاقات الدوليه او الاتفاقات الدوليه للحد من هذه المخاطر. ايوه طيب انا برضو يعني كانه الواحد بيتكلم بصوت لهم شديد يعني، لكن صحيح. لانه الواحد شايف احنا عندنا اطار عمل هيوغو ده برضو اطار كان دولي بدا من 2005 انتهى في 2015 ما انجزنا منه اي حاجه. يعني اديك نموذج بسيط، الاولويه الاولى في الحد من مخاطر الكوارث بحسب اطار هيوغو بتقول اعتبار الحد من مخاطر الكوارث اولويه وطنيه قوميه محليه ذات قدره مؤسسيه عاليه للتنفيذ.
احنا الان لحد الان هذه المؤسسه اللي المفروض تعمل على الحد من مخاطر الكوارث ما انجزت في السودان الى الان، والكلام ده من 2005 لحد ما انتهينا في 2015 ما انجزت. دي مسؤوليه منه؟ يبقى ده مسؤوليه زول الوقع، مش كده؟ مسؤوليه الحكومه. صح. احنا بنناقش ده الان، الحكومه لازم تنشئ مؤسسه خاصه بالحد من مخاطر الكوارث وتستوعب فيها كل الامكانيات السودانيه المهوله، لانه السودان بالمناسبه فوقه امكانيات وقدرات ممتازه جدا جدا في العمل الفني في الحد من مخاطر الكوارث. لانه هيديك عندك جزيره توتي فازت على مستوى الامم المتحده بجائزه المجتمعات القاعديه العامله على الحد من مخاطر الكوارث. صحيح. احنا عندنا القدرات، لكن صراحه متخذ القرار السياسي بالنسبه له والعمل على الحد من مخاطر الكوارث ما اولويه، يعني في جدول الاولويات بتاعته ما اولويه. انا دار اشيد الان مثلا بالحكومه عندنا الانتقاليه اتجهت نحو السلام، احنا بنعتبر انه ده ميتيجيشن الميجر، بنعتبره انه اتجاه ممتاز جدا في الحد من مخاطر الكثير من الكوارث، لانه الحرب اله لما تدور ما بتفرز ثاني، يعني كل افرازاتها حتكون سالبه وكلها بتكون كوارث. صحيح. اتجاه السلام ده بند كبير جدا، خلاص الحمد لله مشينا فوقه وقطعنا فوقه شط، لكن التحسب للكوارث من حيث الجاهزية دي برضه المفروض تكون برضها من أولى أولويات الدولة. الآن نحن عندنا الجاهزية دي عندنا فيها اتجاهين، اتجاه نسميه هيكلي ولا هيكلي. الهيكلي ده بنقول فوق لازم يكون في ستوك بايل بتاع كل شيء، يعني اللودرات، الخيش. احنا ما ممكن نستجد خيش ولا ممكن نعمل، ما ممكن نعمل نفير للخيش، يعني الخيش المفروض يكون قاعد في مخازن بالملايين من لانه تلك الخرطوم دي محاطه بالمياه يعني من كل الاتجاهات. صحيح. كان في حديث داير عن السدود، يعني خطوره السدود على الخرطوم، خطوره السدود على النيل ايضا. مدى صحه هذا القول يعني؟ والله يا اخي يعني بقول لك والله ده سؤال ممتاز جدا جدا، لانه يعني هسه عندنا كمان قايم لنا السد في اثيوبيا، وده يعني بالنسبه للاثيوبيين هو بالنسبه لهم مشروع تنموي، لكن بالنسبه للسودان خطر كبير جدا جدا، لانه الان بيحصل الان دي بروفه اوليه، خلينا نسميها كده بين قوسين، بروفه اوليه. اذا حصل اي خطر على من السد هناك في اثيوبيا السودان هيغرق ببساطه. الخرطوم ويل بي نو مور، ده كلامي انا بقول لك على مستوى على الهواء، انه اذا انهار السد في اثيوبيا انا قريب اهالي ام درمان حتلقوها في اسوان. باختصار يعني باختصار مفيد، انا قريب اهالي ام درمان حتلقوها في اسوان وما حتكون في خرطوم. ما حتكون في خرطوم بلا الاطلاق. عشان كده احنا بنقول انه لازم يعني يكون في يعني تعاون اقليمي ودولي على انه هذا السد، يعني احنا بنعتبره 74 مليار متر مكعب من المويه. احنا ليه بنتكلم عن سنتيمتر واحد في الخرطوم؟ سنتيمتر واحد في الفيضان العادي الطبيعي اللي هو ده بنسميه الريبيريان فلود، ده ما فلاش فلود. الفلاش فلود ده اذا انهار السد هناك حيجينا فلاش فلود. فلاش فلود ده معناته زي يعني حاجه سويبنج، حاجه قويه جدا ومندفعه. اصلا المياه دي ما مندفعه، المياه دي مسابه، اي مسابه وايوه بتقوم على كميات كبيره بس بالضبط كده، بس بكميات كبيره. فاحنا خايفين انه السد الاثيوبي ده يكون مدخل لدمار السودان. انا اخاف تماما يعني، وده انا اعتبره مخاطر غير مقبوله على الاطلاق. انا بفتكر انه دي رساله مهمه، يعني احنا في لازم تصل في هذه الايام اللي بنعيش فيها حب السلام للسودان وجوبا، انه يكون في تخطيط سليم برضه في 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 السدود اللي ممكن تكون موجوده في السودان خصوصا صد النهضه يعني. واحنا بنشوف برضه ناس واقفه كثير في الموضوع ده والتفكير كثير يعني. احنا وصلنا لختام الحلقه، بنشكرك وبندي عمر مساحه اخيره ممكن يقدم على الهواء مباشره. هم الان محتاجين للدعم في منطقتهم تحديدا من مربع واحد لحد سبعه. بالضبط. تفضل. فيلا هسه حاليا احنا بدل كل مره نقع في نفس المشكله، يعني على حسب كلام وزير الري انه بيقول المنسوب تقريبا 17.43 ولا 53 المنسوب عالي. احنا الترس بتاعنا تراب. الترس حاليا مع البحر كله تراب عادي. فاي واحد بيجي بيحتاج للتراب بيشيل، في زمان انه البحر راجع ورا بيشيل من التراب بعدين الترس انتهى. يلا احنا ما ممكن يعني انا بشوف انه عمل ترس من الحجاره الصلبه الكبيره دي كحمايه يعني. ايوه كحمايه يعني يكون 20 متر مثلا، لانه الليله 17 هو يكون ب 20. ده واحد من المطالب. أيوة ده واحد من المطالب القبه شمال، لانه الناس ديل ساكنين بمحاذاه البحر زي ما هم بيقولوا او النيل. احنا بنتمنى لكم يعني قلوبنا معاكم اول حاجه، وبنتمنى انكم يعني تقيفوا صف واحد وتقيف معاكم الجهات التصلة والمختصه لدرء هذه الفيضانات وهذه الكوارث. شكرا لحضورك يا عمر.
شكرا جزيلا لحضورك دكتور محمد. شكرا خير، وانا سعيد جدا بالاستضافه دي. شكرا، وان شاء الله ربنا يوقي هذه البلاد وعباده اشرار ومخاطر الكوارث. شكرا جزيلا كل مشاهدينا اللي تواصلوا معنا من خلال هذه الحلقه اللي خصصناها مشاهدينا للكوارث في السودان اللي هي بالتاكيد طبيعيه، لكن ما طبيعي انه احنا نجيب عاجزين واقفين عن درء هذه الكوارث والتخطيط مسبقا لها. عيشوا بسلام، عيشوا بأمان دائما في حب هذا البلد الكبير، في حب الوطن، وعشان نمرح بسلام وفرح السلام في كل أرجاء السودان. شكرا للمتابعة وشكرا للتيم العامل، وفي أمان الله.